أوضح ليثنت أولسر بأن الصين تمكنت من تخليص 850 مليون نسمة من براثن الفقر خلال 40 سنة الماضية، وهو ما يستحق فخر العالم إلى حد ما. أنا متأكد جدا أن الصين تستطيع تحقيق التخلص الشامل من الفقر نهاية هذا العام. ممكن أن نتصور أن نحو 850 مليون نسمة سيتخلصون من الفقر. هذا تقدم كبير تحققه دولة نامية، وهو ليس مجدا للصين وشعبها فحسب، بل لشعوب العالم أيضا. قدم ليفنت عددا كبيرا من التقارير والأخبار الخاصة بالوقائع الصينية إلى المشاهدين الأتراك، مما ساهم بفتح نافذة إليهم للتعرف على الصين وشعبها وحضارتها. لقد عشت في الصين لوقت طويل، وأنا من دولة نامية أيضا. شاهدت كيفية تطور الصين في مجال التخلص من الفقر. قلت هذا ليس بسبب حبي للصين، أهتم بالحقائق، حيث رأينا ما قام به الشعب الصيني خلال السنوات الماضية. شاهدنا التغيرات التي طرأت على الصين. زرت عدة مدن صينية. كنت حذرا جدا عندما اطلعت على التقارير المعنية بالصين، وكان لابد لي من زيارة تلك المدن الصينية بنفسي. أعرف مدى الفقر في الصين بشكل واضح، وبعد مضي سنوات وعندما قمت بزيارة تلك المدن الصينية مرة أخرى، شاهدت ما طرأ عليها من تغيرات. إنه واقع قوي.